قال عبيد الله بن الحر الرياحي: يرثي من قتل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الطف: تبيت النشاوى من أمية نوما، وبالطف قتلى ما ينام حميمها، وما ضيع الإسلام إلا عصابة تأمر حمقاها ودام نعيمها، فأضحت قناة الدين في كف ظالم، إذا عوج منها جانب لا يقيمها، فأقسمت لا تنفك نفسي حزينة، وعيني تبكي لا تجف سجومها، حياتي أو تلقى أمية خزية يزل لها حتى الممات زعيمها.